السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام باستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الخميس الموافق للسادس من شهر أغسطس لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة أخبار الخليج والتي استهلت في أولى صفحاتها لهذا اليوم. الملك أيده الله يوجه بتقديم مساعدات عاجلة إلى لبنان. الخدمة المدنية للنواب، تأهيل البحرينيين للتوظيف في التربية أولوية قصوى. وإلى عناوين صحيفة الأيام والتي بينت: ناصر بن حمد، التقيد بالاحترازات والتدابير الصحية الطريق الأمثل لنجاح عودة النشاط الرياضي. ومع صحيفة البلاد والتي بينت: الصلاة الرياضية تستأنف نشاطها اليوم. انخفاض نسبة الأسماك هذا الصيف إلى 50%. وأخيرا مع صحيفة الوطن والتي نشرت في صدر صفحاتها: البرك تستبق العودة اليوم بعروض مغرية، الذهب عند أعلى مستوى على الإطلاق. نقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن عاهل البلاد المفدى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أيده الله أصدر توجيهاته السامية بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة إلى جمهورية لبنان الشقيقة لمساعدتهم في محنتهم والتخفيف عليهم بعد الانفجار الكبير الذي تعرضت له العاصمة بيروت. في رده على اقتراح برقبة نيابية بشأن توظيف البحرينيين محل الأجانب في وزارة التربية والتعليم، بين صحيفة أخبار الخليج أن ديوان الخدمة المدنية أكد أن أساس التوظيف في القطاع العام يتم للمرشحين البحرينيين المؤهلين لمتطلبات الوظيفة، وأن التوظيف لغير البحرينيين هو لكسب الخبرات في بعض التخصصات إضافة إلى الاستفادة من أصحاب المؤهلات العلمية النادرة. نشرت صحيفة أخبار الخليج أن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات يعتزم تنفيذ دراسة ميدانية مكثفة استفادة من الخبرات الاقتصادية المميزة وأفضل الممارسات في تجارب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك للاستفادة من خبراتهم لإثراء القرارات التنموية في مملكة البحرين. نقرأ من صحيفة الأيام أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أكد أن عودة النشاط الرياضي بصورة عامة واستئناف مباريات دور ناصر بن حمد لكرة القدم تمثل ظاهرة إيجابية لعودة الحياة الطبيعية في مملكة البحرين بصورة تدريجية، وذلك وفق الاحترازات والإرشادات الصحية. أكدت مصادر لصحيفة الأيام أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تعمل على تجهيز وصيانة المدارس التي تم إخلاؤها في وقت سابق تمهيدا لإعادة افتتاحها مع بدء العام الدراسي الجديد. نقلت صحيفة الأيام أن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة أعلنت عن البدء في استقبال المراجعين بالمجمع الأمني في محافظة المحرق بدءا من يوم الأحد المقبل. نشرت صحيفة الوطن مقالا افتتاحيا في صفحتها الأولى، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال: إن ما حدث في بيروت يذكرنا بالدرس القديم الذي استوعبته البحرين قبل أي بلد عربي آخر، فعندما تفتح الدولة مصراعيها لجماعات راديكالية مدعومة إيرانيا، فإن النتيجة هي التغلغل في مؤسسات الدولة لتنتهي بإضعافها وإنهاء سيادتها الداخلية لصالح جماعات موالية لطهران.
حاربت البحرين المشروع الإيراني الراديكالي عقودا طويلة امتدت نحو 4 عقود، وظلت تحارب عن قناعة وطنية راسخة بضرورة مواجهة أي تمدد أو توسع يصل الدولة ويسعى للتحكم في مفاصلها، ما يعانيه لبنان الشقيق منذ عقود أنه لم يحسم موقفه من المشروع الإيراني، فأتاح هذا التخاذل تغول حزب الله الإرهابي داخل الدولة اللبنانية وهيمنته على تفاعلات السياسة فيها والعمل على تدميرها. نطالع من صحيفة الوطن أن أصحاب برك السباحة أكدوا على انخفاض الإقبال وأن نسب الحجوزات وصلت إلى 60% فقط، رغم من قيامهم بتخفيض الأسعار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. نشرت صحيفة الوطن أن 29 شركة ومؤسسة ترفيهية دعت إلى إدراج قطاع الترفيه والفعاليات والمعارض ضمن قائمة المشمولين بدعم صندوق العمل تمكين في الدفعة الثانية. إلى صحيفة البلاد والتي نشرت أن اليوم الخميس تستأنف الصالات الرياضية في مملكة البحرين نشاطها بعد توقف دام ل5 أشهر جراء الإجراءات الاحترازية للسيطرة على تفشي وباء كورونا كوفيد-19. هذا وكتب الكاتب أسامة الماجد مقالا في صحيفة البلاد والذي جاء بعنوان الاستعداد للعام الدراسي خطط وبرامج منزلية، فإلى سطور هذا المقال. بما أننا مقبلون على العام الدراسي الجديد، فمن المؤكد الأخذ بالاعتبار المراجعة الشاملة للأهداف والغايات والتصور المستقبلي للمراحل والإنجازات. ودون شك استعدت العائلة البحرينية للعام الدراسي المقبل بمتابعة مسيرة التعلم عن بعد وقياس أداء الأبناء وتهيئتهم وتكريس كل الجهود والوقت وتوفير كل ما من شأنه أن يحقق لهم التقدم والتفوق. إن وزارة التربية والتعليم وفرت إمكانيات كثيرة ومتعددة لتسهيل كل الأمور على الطلبة في موقعها الإلكتروني بما يتواكب مع أحدث التوجهات الدولية، بل ويتفوق عليها في كثير من الخطط والسياسات. هذا ليس جديدا على مملكة البحرين صاحبة المكانة الرفيعة بين الأمم والإنجازات رفيعة المستوى في الحقل التعليمي والتربوي. وإلى فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. بفن الكاريكاتير مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.